اسمي منار شويكي من القدس منطقة سلوان. أول إشي كانت فترة 2015، كان في زي ثورة، كان كتير في هجمات من الاحتلال، كان في كتير مشاكل على الحواجز. أنا كمان من بلدة سلوان، كان يصير فيها كتير اعتقالات وكتير مشاكل هدم، ويعني كان في تنكيل واضح يعني قدام الكل من الاحتلال. وأنا كنت مدرستي بباب المغاربة، فهي يعني قريبة على الأقصى شوي، فكنا نمر من عند مستوطنين، من عند يهود يتحركش فينا، يضربونا، يسبوا علينا كلام وسخ، هيك شغلات. فبعدين أنا يمكن اعتقلت ب 2012-2015، كانت فترة امتحانات شهرين، كان عمري 14 سنة ونص، كنا بداية الفصل الأول بعاشر يعني. كان مارق يمكن 3 أو 4 مستوطنين، يعني كان بجيل 18-19-20، سبوا علي كلمات وسخة، حاولوا يسبوا علي أكثر من مرة، وصاروا يحكوا إنه زي كيف بالعربي بيحكوها مخربة، وإنه أنت بدك تطعني، أنت بدك تسوي مش عارف شو هيك، وراحوا مرقوا. فأنا فكرت إنه خلص راحوا، كنت بدي أروح. بعدين أجوا الشرطة، وكان ما في مجندة، يعني ما كان في شرطية، والشرطة كان بده يفتشني إنه كلي، وأنا ما رضيت، ويعني صار إنه الموضوع أنتي مجبورة إنه تتفتش. حكيت له أوكي بتفتش، بس إنه جيب لي شرطية هي اللي تفتشني، ما رضي. وبعدين صار يحكي لي إنه أنزل على الأرض، فأنا حكيت له ما بدي أنزل على الأرض، إنه ليه أنزل على الأرض؟ فصار يحكي لي بحكي لك أنزل على الأرض، فأنا ما رديت. بعد شوي يعني مسافة 5 متر أو 6 متر عني، وحكى أكتر من تلفون، ما بعرف كيف وليش وشو، صرحوا لي كل الشرطة، يعني تعبت حرفيا، تعبت المنطقة يعني بجوز 200 جندي هيك إشي. وكان لأنه في هدم بجنب المنطقة، فتحكي إنه كأنه الوحدات تحولت، أو إنه عطول أجوا بنفس اللحظة. بعدين دخلنا الرصاصة مطاطة برجلي، فأنا وقعت على الأرض، فبعدين أجوا كلبشوا إيدي على ورا، غموا عيني وخلص هيك، وأكلت يعني اللي فيه النصيب. ضربوني أكثر من حدا دعس علي، حتى لما أجوا يفتشوني برضو الشباب اللي فتشوني مش بنات، وأنا على الأرض. أخذوني على مركز الشرطة، مركز الشرطة اسمه الإشلاء، غمولي عيني ما كنت شايفة أنا وين رايحة، وكلبشولي إيدي على ورا ببلاستيك. بعدين لما وصلت مركز الشرطة، طبعا الرايح والجاي كان يسب علي، يغلط علي، يحكي لي كلمات وسخة. ما بعرف صراحة هو دكتور ممرض، يعني بيحكوا له بالعبري حوفيش اللي هو بتاع الشرطة يعني. فأجى إنه لف لي رجلي، إنها مطاطة ما بتأذي، بس إنه وجع وهيك زرقت شوي، لف لي إياها، وأخذوا معلوماتي وهيك، ودخلوني على التحقيق. كان عندي شوية معلومات عن التحقيق من قبل، إنه ممكن يكون عندي محامي، إنه لازم أهلي يكونوا معي عشان صغيرة وهيك. فأنا لما حكيت للمحقق إنه أنا بدي محامي، لو صار يحكي لي أعطيني رقم المحامي اللي بدك إياه، قلت له أنا مش حافظة يعني ما بعرف. فصار يحكي لي طب أنا برن لك، فرن على محامي قدامي وفتحوا سبيكر، وصار يحكي له إنه أنا بمحكمة ما بيجي، بحكي له هي المحامي ما بده يجي، أمين كمان بدك إياه أنا أرن. حكيت له على أهلي، حكى لي طيب تمام. مرقت يمكن ساعة لبحكي لي بدي أرن على أبوكي قدامك، فرن على أبوي قدامي وفتح سبيكر، لأبوي بحكي له إنه أنا بمنطقة مش عارف صراحة إيش المنطقة، المهم ماخدين تحقيق أمي وأبوي، وإنه صار يحكي له إنه أنا بتحقيق ما بقدر أجي. فهم يعني أخذوا موعد أهلي أمي وأبوي على تحقيق بنفس الوقت اللي أنا بدي أفوت فيه التحقيق، عشان ما يكون معي حدا. يعني ضليت أول يوم بالزنزانة، كل يعني شوي طلعني المحقق يحكي معي، يرجع يدخلني، يرجع يحقق معي، يرجع يدخلني لثلاث أيام. بعد 3 أيام ودوني على محكمة الصلاح،
ومحكمة الصلاح قررت إنه تفرج عني إذا ما كان في دليل خلال 10 أيام. بعد يمكن 4 أيام هيك إشي، طبعاً بعد محكمة الصلح هاي وأعطوا هذا القرار، حولوني على سجن الشارون اللي هو سجن الأسيرات، كان بهذيك الفترة 2015. بعد 4 أيام ما عدت بالسجن أخذوني على الساعة 2 بالليل، ما كانوا حكين لي إنه علي محكمة ولا أي إشي. أجوا بالإسم دقوا على الباب إنه بدنا منار عندها هلأ بوسطة. وصلت مركز تحقيق الإشلة، فأنا بحكي لهم خلصت تحقيق ليش جايبيني؟ فصار يحكي لي المحقق لسه لازم نحقق معك كمان مرة عشان إذا صار إخلاء سبيل أو نعرف إنه أنت متهمة مش متهمة وهيك. قعد معي يمكن ساعة، أسئلته كانت كثير بسيطة، يعني واضح إنه عادي بده يسألني أسئلة خفيفة لطيفة عشان أنا ما أشك ولا بأي إشي. بعدين نزلني على الزنزانة، دخلت عندي عاملة اجتماعية، ما حكت لي إنها عاملة اجتماعية، صارت تحكي لي إنه أنا عندي شوية مشاكل فعشان هيك جابوني هون، إن أنا عمري 14 سنة، شو يعرفني؟ هي بتحكي إنها هون، هي أسيرة، هي شرطية، والله ما بعرف، بس إنه قعدت جنبي وعادي، فتحكي معي أحكي معها، تسألني إشي أسألها، فبلشت تحكي لي مثلاً أنا بكره إسرائيل، أنت بتكرهيها؟ لو مستوطن أذاني بأذيه أنت بتأذيه؟ لو صح لي أقتل حدا بقتله، أنت بتقتلي؟ فهي يعني صارت تسألني الأشياء اللي هي تحكي لي أنا أسوي هيك، أنت تسوي هيك. فطلع كل شيء مصور صوت الصورة، وبعدين نزلونا على حول غرفة التحقيق. بحكي لي شو منار، خلصنا تحقيق، حابة تزيد الإشي؟ حكيت له لا أنا أصلا مخلصة، حكيت لك لما جيت إن أنا خلصت. بحكي لي لا مش هيك قصدي، فهمتيني غلط. لف علي اللابتوب، حكى لي انه كل اللي حكيتيه مسجل صوت وصورة. بعدين طلعوني على طول تاني يوم محكمة، بالمحكمة من انه اخلاء سبيل لانه طلبوا 15 سنة. المحامي انصدم، ما كان عارف شو فيه، ما كان عارف التفاصيل وإيش صار. قعد معي حكيت له صار 1 2 3، فصار يحكي لي يعني مدام في اعتراف لفظي بنقدرش ننكره، فبدنا نحاول نعمل مساومة اللي هي بتتسمى صفقة بين المحامي والنيابة، ينزل من 15 سنة ل9 سنين. وافقت النيابة، رجع قعد كمان قعدة مع النيابة فوافقوا ينزل ل6 سنين، وحكموني بعد 6 سنين. بعد 4 سنين اللي هي 3/3 المدة يعني شليش، روحت. فصارت عندي أكثر من محكمة، آخر محكمة كانت بحيفا اللي هي 26/12/2019. المحكمة كانت عن إخلاء السبيل، فكان رد القضاء إنه صراحة إحنا مش عارفين الحكم صار على أي أساس إنه 6 سنين، واعتذروا من أهلي يعني بالمحكمة تم الاعتذار للأهل وروحت، مش ب6 سنين، ب4 سنين. عمري 22 سنة، بدرس علم نفس، ماينر علم اجتماع بجامعة بير زيت. إيش اللي خلاكي مهتمة بهدول المجالات؟ ممكن صار عندي الاهتمام من بعد الاعتقال، لأنه صرت انتبه على حالتي النفسية، حالة الناس النفسية، صرت أركز إنه ممكن الواحد يعمل أي ردات فعل أو أي شغلة من شيء نفسي أو مشكلة عاطفية، ممكن ما حدش يكون معاه، ممكن ما حدش يساعده فيضطر يلجأ لحدا تاني، فإنه حبيت أكون هذا الحدا.